هنتكلم معاكم مع حضراتكم في موضوع الجيران. طبعا مش عايز اقول لكم اسماء قد ايه وشخصيات قد ايه وصور قد ايه تتعرض قدام عينيا وانا بكلمكم. ناس بدعوا لها بالرحمه وناس بدعي لها بالصحه والعافيه، ناس كانوا جيراننا سواء في القريه اللي انا اتربيت فيها واتولدت فيها، وجيراني في القريه في الارض في الغيط في الكلام ده كله، ناس كتير. او حتى في القاهره لما جيت برضو كنت طالب صغير وقد ايه كان في ناس محترمه جدا برضو بتعاملني ان انا زي ابنها بالظبط والى اخره. انا بقول لحضراتكم كده ليه؟ عايز اقول لكم ان اللي بيعمل حاجه بيقدمها كويسه لجاره بتبقى في ذاكره الجار مدى الدهر، دايما يبقى فاكرها ويترحم على صاحبها لو كان ميت ويدعي له بالصحه لو كان حي. ولو جت فرصه، لو كان اصيل بقى وجات فرصة أن يرد هذا الجميل لأولاده أو لأحفاده بيعمل كده. وياما إحنا مثلا نروح أماكن، أنت ابني مين يا ابني؟ أنا ابن فلان. يا سلام، ده أنت والدك الله يرحمه كان راجل طيب، ده أنا مرة عمل معايا 1 2 3 4 ويبدأ يفكرني. طب أنا بقى علشان خاطر والدك أو علشان خاطر عمك فلان أو علشان خاطر خالك فلان أنا بقى يعني لازم أرد الجميل، مش كده يا ابونا؟ آه طبعا بتحصل دي طبعا. ونتشرف دايما ان انت لما تبقى تحس ان الاسره اللي انت منها او القريه اللي انت منها قريه كان فيها هذا الموضوع وهذه الروح، بتحاول دايما تنقل، انت بتتشرف بده وبتحاول تنقله الى كل من تعرفهم ان الـ 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 القيم ديت لا يجب ان تغيب ابدا. هننتقل الى المحظورات، محظورات الحاجات المحظورة من الجار للجار أو على الجيران بعضهم البعض. وعاوز أسمع من أبونا الأول ماذا يحضر في ذهنه الآن من محظورات يلفت نظركم ليها. أعزائي المشاهدين، الموضوع أعتقد يعني مثير، وأعتقد الموضوع يعني جيد، وأعتقد أن الموضوع مهم، وأعتقد أنه كل أذانكم وعيونكم وقلوبكم معنا الآن. وإليكم بعض المحظورات. يا جيران، عيب ان الجار يسرق اخوه الجار، عيب. سكنه، بيته، فيلته، شقته، المكان الخاص بيه، ما يصحش تحصل حادث السرقة. فيجي بقى تيجي الشرطة بقى وتيجي النيابة بقى ونحقق ونعرف ان اللي عمل حادثة السرقة دي هو الجار. لانه طبعا نشكر الله شرطتنا ما شاء الله يعني من الذكاء ما يساعدها انها توصل بسرعه للمجرم، فبتكتشف بسرعه انه لا يمكن الشيء اللي اتسرق ده ان حد يقدم عليه لانه اتاخد من مكان معين الا اذا كان في واحد دخل البيت اكتر من مره. فانا تحضرني حادثه للاسف انه انسانه يعني او اسره صغيره لسه في بادئ تكوينها جايبين الذهب بتاع العروسة وحاطينه في مكان ما صدقوني لا أحد يعلمه تماما تماما، حاجة فوق حاجة كده هو مستخبي. وبعد كده هو نكتشف أنه اللي سرق الذهب ده الجار. أين حرمة الجيرة؟ أين حق الجيرة؟ فين الأمن بقى؟ فين الأمن اللي احنا قلنا نوفره لأخوك الجار؟ وده أول شرط من شروط الجيرة، أنك توفر لأخوك الأمن. أنت بإيدك اللي تهب وتسرق حق تسرق ممتلكات الجار. فطبعا هذا من ضمن الممنوعات التامة والغير مرغوب فيها ان ده يتوفر بين الجار والجار. اسمع اخي الشيخ مظهر ثم ارجع اليكم مرة اخرى. اعظم نعمة في الوجود هي نعمة الامن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ من بات امنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا. اللي عايش كده في الامان عنده طعام اليوم، مش خايف على من حد يغتصب بيته او حرمته او الى اخره، وصحته كويسه، معافى في بدنه عنده قوت يومه كانما حيزت له الدنيا. تملك الدنيا كلها بثلاث حاجات دول: الامان، اكل مكفيه هو واولاده، الصحه الجسديه. فاللي فقد واحده من دول فقد تلت متع الحياه. قيمه ايه ان يبقى عندك اكل وشرب بس مع مريض؟ قيمه ايه انك يبقى صحتك كويسه لكن مش عايش في امان؟ قيمه ايه ان صحتك كويسه وعايش في امان لكن مش لاقي تاكل مثلا؟ فكل واحده من دول هي تلت متع الحياه.
يبدأ الأمن من المحيط الضيق بيك. الدايرة الضيقة هي دايرة الجيران، أخوك ممكن يكون ساكن بعيد عنك لكن جارك هو الأقرب ليك، وهنا الدايرة ديت هي دايرة خطيرة جدا. ليه؟ لأن الجار عارف جاره بيخرج إمتى، ومين اللي قاعد في الشقة، ومسافر ولا موجود، طب ولاده بيخرجوا الساعة كام ويرجعوا الساعة كام، طب هم بيصيفوا فينا حتة بقالهم قد إيه، عربيته بره ولا مش موجودة ولا مش موجودة، طب هو غني ولا فقير، طب هو كان جاي امبارح شنطة كده فيها حاجة شكلها فيها فلوس. مطلع على أدق تفاصيل جاره بحكم إن هم مع بعض في احتكاك يومي تقريبا. فالدايرة ديت عشان دايرة خطيرة جدا، الجريمة فيها جريمة مغلظة وجريمة كبيرة، والعقوبة بتاعتها أيضا مغلظة. النبي يا ابونا صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول لأصحابه مرة كده: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. قال إيه بقى؟ لأن يسرق الرجل من 10 بيوت أيسر له من أن يسرق من بيت جاره. السرقة كده كده حرام مش كده؟ بس سرقة الجار 10 أضعاف حرمتها، حرمة 10 أضعاف أي سرقة أخرى، أي سرقة تانية. ليه؟ لأن الوقوع في الجريمة سهل، لأن أنت عارف تفاصيل جارك ومداخله ومخارج البيت بتاعه، ويمكن بيديك المفتاح وهو رايح مشوار عشان تديه لمراته لما ترجع من الشغل أو لولاده، فتصور نسخة تاخدها معاك، ويمكن أنت مركب كاميرا وشايف كل حاجة تحركاتهم. فعلشان سهل أنك تقع في المصيبة، الرسول قال لك أن المصيبة ديت العقوبة بتاعتها 10 أضعاف لو عملتها في مكان تاني. علشان ايه؟ علشان ما تعملهاش. علشان ما تعملهاش، وعلشان الناس يأمنوا بعض. ما هو لو الجار معاش في امان عشان جاره لا قدر الله مش موفره له، يبقى ما قيمة الحياة؟ بالزبط. ان انا نايم في البيت وخايف من جاري، بالزبط. مسافر وخايف على مراتي او على بنتي. وهنا يا ابونا هدخل مع حضرتك، الامن يا ابونا مش امن سرقة بس، مش امن مال، لا، الامان اللي الجار يوفره لجاره مش امان مادي فقط، ولكنه أمان مادي وشخصي ومعنوي، أمان يشمل المال والعرض وكل حاجة. كنت أسمع زمان مقولة كده، للأسف مقولة خاطئة، لما حد يتكلم عن الحب وكلام من ده يقول لك الحب الأولاني بتاعي كان جارتي. كان بنت الجيران أو كانت جارتي، والناس يعني كانوا ياخدوا الموضوع ده بشيء من الكوميديا والضحك يعني، وكانه شيء عادي جدا وشيء طبيعي جدا وشيء واجب على الناس ان هم يعملوه، ان انت اول حب ليك يبقى تبقى جارك او بنت جارك. والكلام ده الحقيقه في قمه الخطوره وفي قمه الغرابه وفي قمه اختار يا ابونا انت لفظ كده، يعني هو قمه الاستهزاء بالاستهزاء بالقيم، يعني دي بالقيم دي كلها. ازاي يعني جارتك او بنت جارك اللي المفروض هي اختك، المفروض انت تحافظ عليها، تبقى هي أول واحدة تحبها أو أول واحدة تنحرف معاها لا قدر الله، إزاي؟ إزاي وهو أمنك عليها؟ إزاي وهي أختك؟ وهل ترضى إن جارك ده أو ابنه كان يعمل في أختك كده أو يعمل في أمك كده مثلا يعني؟ أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأنفسهم. فأنت زي ما أنت ما ترضاش إن حد يعمل معاك كده، يجب ان انت كمان ما تعملش كده. وموضوع حب بنت الجيران ده اللي هو الحب الاول والكلام ده اللي الناس بتتكلم فيه على انه يعني شيء عادي وشيء طبيعي وبتاع، انا شايف ان هي يعني جريمه، ان هو شيء قميء الحقيقه، ان احنا نربي ولادنا على القيمه دي، ان انت المفروض تربيهم على ان يا فلان فلانه دي اختك، وديت يا ابني زي والدتك، وديت زي خالتك، ودي زي عمتك، مش هما محرمين عليك، هي كمان محرمه عليك زيهم، لانكم الاثنين متربيين مع بعض ويجب ان انتم تحافظوا. وكان على الجانب الاخر يا ابونا، كان في برضه ناس بتعتبر ان بنت الجيران دي اختهم. بالظبط. وكان لو بنت الجيران ماشيه في الشارع تلاقي كله انتباه وكله احترام. ولو شايل حاجه تقيله تلاقي 1000 واحد بيشيل معاها. ولو عندها مشكله تلاقي 1000 واحد بيحلها بمنتهى الادب والاحترام. ولو هي عندها مشكله في مدرسه او في شغل او تلاقي 1000 واحد متطوع انه يروح معاها يحل مشكلتها. والله كان في ناس تبقى ماشيه، البنت ماشيه والناس ماشيه وراها كده على مسافه، يحموها لحد ما يوصلوها البيت. لو جايه مثلا بالليل والدنيا ضلمه ولا حاجه، متاخره من شغل، من مستشفى، من غيره، الزمن الجميل، الجار ما يمشيش جنب جارته، يقول لها: يا ام محمد،
امشي بس قدام انت كده وانا ماشي ايه وانا ماشي وراك او يا فلانه فلانيه او يا ام جرجس مثلا لو مسيحيه فتمشي قدام والجار يمشي وراها كده لحد ما توصل البيت بتاعها وتخش وتقفل يرجع هو يشوف لان ولادنا في حمايتنا لانها زي اختي بس انا عايز اسالك سؤال يا شيخ مظهر برضو يعني عشان دخلت انت بقى في الموضوع الحساس ده قوي الناس النهارده هيقولوا بقى يعني إذا حب بقى حد يرتبط ببنت الجيران يا سلام ده داخله بركة يعني إيه التصور بتاع فضيلتك بقى إزاي يرتبط الشروط اللي هي أو الخطوات اللي لازم يتبعها الطبيعي طالما هي بنت الجيران فطبيعي أن في علاقة بين والدته وبين والدتها بين والده وبين والدها طب هي والدها ميت أمها موجودة يبقى الوالدة الطبيعي إيه أقول لوالدتي أنا عايز أرتبط بفلانة فلانية اللي هي جارتي دي أو بنت جارتي والدتي هتروح لأنه برضه أنا عايز أقول حاجة هنا من الخطأ انك تبقى بتظن ان انت ليك اولويه واجبه وان رفضك ده شيء يعني قاتل ومستحيل لا برضه ما يتعاملش المبدا ده يعني اتعامل ان هي لها كامل الحريه في انها تقبل او لا تقبل والله ان قبلت خير وبركه ادي انتوا عارفين بعض وضامنين بعض والجيران اتربت قدام عينيك طب رفضت لاي امر لانها ممكن تكون سبب رفضها ايه ان انتم متربيين سوا فشعورها ناحيتك ان انت اخ هيخليها ما تعرفش تعيش معاك وانت زوج مش عارف هتحول العلاقه ما بين اخ لزوج وانت عارف ان في فرق كبير قوي بين علاقه البنت بالرجل باعتباره اخ وبين علاقتها بالرجل باعتباره زوج باعتباره اخ ده هتتكسف منه بالظبط ومش هترتاح تفضفض معاه في خصوصياتها وهيبقى في حاجز معنوي بينها وبينه طول الوقت طيب هي وافقت خير وبركه رفضت تفضل اختك وتفضل عزيزه عليك وتفضل تدافع عنها مش بقى تطلع عليها كلام وتطلع عليها اشاعات وتقعد تنتقم منها وتقعد عشان رفضتك في الجواز يبقى هنا بنقول فاتحها ازاي افاتح ان انا الام اتكلم الام يا فلانه ايه رايك انا ابني عاوز يرتبط ببنتكم والله يا ستي انا هقول لها برضه انت ما تزعليش ان انا هقول لها دي لان في ناس بتبقى رايحه ومتعشمه قوي طب انا هاخد راي بنتي تاخد راي بنتك هو انا ابني يتعيب ولا حاجه هو ده كلام ده مش قد ده مش العشم طب احنا بقى قطيعه بيننا ومن بعض كل واحد يروح في ناحيه يبقى عملناش حاجه لا ما عملناش حاجه خد راي ده لو هي وافقت انت تقولي لها خد راي بنتك لان راي بنتها اهم من راي امها بالظبط خدت رايها وقالت لك احنا موافقين هتبلغي الولد ويلا نقرا الفاتحه وخير وبركه طب معلش يا فلان اصل بنتي هتكمل تعليمها او والله يعني بتقول لسه بدري على الجواز او ناويه تشتغل اي عذر مقبول وشيك وظريف ولطيف والله يا ستي احنا دي برضو بنتنا والعشم موجود والحب زي ما هو موجود ويا سلام ده هنفرح لها ولما يجي لها عريس بعد كده اول ناس نهني ونبارك احنا مش بقى قطيعه وكل واحد يروح في ناحيه والكلام يكتر ونقعد نشوشر على بعض لا مش ده المنهج الانساني اللي احنا عاوزين نرسخه في عقول الناس بالظبط تمت خير وبركه ما تمتش احنا اخوات واصدقاء وحبايب بالظبط كده فضل دقيقتين يا ابونا عايزك تختم لا انا عايز اقول لك يا شيخ مظهر يعني الموضوع فعلا يعني جميل ومتشعب وانا يعني اردنا بالسؤال اللي احنا طرحناه على فضيلتك انه لازم الناس تعرف انه طبعا جيد جدا انك انت تختار الزوجه من جيرانك وجيد ان هي الفتاه نفسها تختار زوجها من جيرانها لكن اذا ما تمش هذا الموضوع ما يحصلش قطيعه او يحصل غضب او يحصل نفور بين الجيران وبعضها لان احنا هدفنا من الحلقه دي نقول للناس يعني تعارفوا وتحابوا طول الوقت وطول العمر مش تقاطعوا وتخاصموا حتى ولو لبعض الوقت يعني اعزائي المشاهدين كنا في رحاب موضوع مهم جدا اسمه حق الجيره تناولناه من زاويتين اساسيتين الواجبات والمحظورات واستمتعنا معكم بعرض نماذج واعتقد عندكم الكثير والكثير انا كل هدفنا ان احنا القينا بحجر في المياه الراكده حركناها وكل واحد منكم يراجع نفسه ويحاول يوفر يطلع بصداقه طيبه يطلع بجيره طيبه يلاحظ عشان يرضي ربنا ان هو يرضي ايضا المجتمع الضيق القليل اللي هو عايش فيه ويكون خير جار لاخيه الجار كنا معكم في برنامج الصادقان بصحبة أخي وصديقي الشيخ مظهر شاهين نلقاكم على خير الساعة الواحدة من ظهر كل يوم سبت فإلى اللقاء قناة المحور